على ما يبدو أن نجم القلعة لم يحل له أن يجد ظلته أيضا هذه المرة عند استقباله لاتحاد الشوية رغم توفر كل الظروف والمعطيات. فرغم الدخول القوي في المباراة الذي سمح بسبق التفوق عند الدقيقة الرابعة بعمل جماعي ختمه مهداوي بالهدف الأول. فرحة وعزيمة رسمت السيطرة الكاملة لحيثية اللقاء لتحمل الدقيقة 36 هدفا ثاني مباشرة من كرة ثابتة لبلهواري، لكن الحكم مصطفى بصيري يعلن تسلل. الرد من الشوية خلال هذه المرحلة جاء محتشما وركنية لمهان في الدقيقة 42 وجدت سدا أبعدها عن الشباك. الشوط الثاني وبنفس الثقة أشبال مخازن أكدوا أحقيتهم بالهدف الثاني والذي جاء في الدقيقة 48 بعد سوء تفاهم شاوي سمح للاعب لدرع بأن يمضيه بذكاء. نتيجة بدت أنها ثقيلة على الشوية وسعي النجم لتعميق الفارق كان واضحا، لكن التفوق لا يعني بالضرورة الفوز ما لم تعلن صافرة الحكم عن انتهاء اللقاء، وهذا الذي لم يهضمه رفاق بلهواري لأن استفاقة الشوية كانت عند الدقيقة 67 التي حملت الهدف الأول مقلصا للفارق أمضاه رجل المباراة بامتياز لمهان الذي لم يتوانى عن إضافة هدف التعديل 7 دقائق بعد ذلك بتنفيذه لمخالفة مباشرة إلى شباك بن مدور. استفاقة أخلطت أوراق النجم، وعوض المحاولة بالخروج ولو بالتعادل سعى رفاق بلهواري للبحث عن هدف يعيد ترجيح الكفة والمطالبة بضربة جزاء في هذه اللقطة، لكن اللعب استمر وحملت الدقيقة 80 ما لم يتوقعه أحد هدف ثالث لكن للشوية ودائما بإمضاء مهان تمرير بوبريما، وحق بذلك للشوية أن تعلن فرحة بالثلاثية قدمت لها على طبق من ذهب.